بسم الله الرحمن الرحيم. مع اول فيديوهاتنا في منهج السي سي ان اي سكيورتي 640 554، اول فيديو النهارده هنتكلم عنه بخصوص الفاندمنتالز اوف نتورك سكيورتي او اساسيات حمايه الشبكات. اول حاجه هنتطرق ليها يعني ايه نتورك سكيورتي. يعني ايه نتورك سكيورتي؟ ممكن تتجاوب باكتر من شكل او باكتر من تعريف، لكن اللي هنشوفه دلوقتي هو التعريف اللي لجنه الامن القومي للاتصالات وامن نظم المعلومات اللي قالته. طبعا اللجنه دي اتاسستها وزاره الدفاع الامريكيه، الاختصار بتاعها ممكن تقوله ال NSTISSC، طبعا هو مصطلح طويل ورخم. اللجنه دي قالت لنا ان حمايه الشبكات هي حمايه المعلومات والانظمه والهاردوير اللي بستخدمه لما اجي ارسل او اخزن معلومات. يعني سي ان انا عندي اللابتوب بتاعي، اللابتوب بتاعي ده عباره عن هاردوير، في شاشه، في سبيكر، في كيبورد، في ماوس. الهاردوير بتاعي ده انا منزل عليه سيستم او منزل عليه اوبريتنج سيستم. الاوبريتنج سيستم ده اللي هم سينو، ويندوز، ماكنتوش، لينوكس. الاوبريتنج سيستم بتاعي انا مخزن جواه ملفات على الهارد ديسك بتاعي، فالهارد ديسك بالمعلومات اللي عليه، بالسيستم نفسه، بالهاردوير اللي هو اللابتوب، كل دول انا عايز احميهم. احميهم سواء اللي هم كانوا ستاند الون لوحدهم في مكان لوحدهم، وساعتها بقول لك انا عايز اعمل هاردوير سكيورتي، او عايز احميهم لو انا بتنقل عن طريق شبكه لشبكه. يعني عندي المعلومات اللي عندي على اللابتوب بتاعي بنقلها للابتوب تاني بس موجود في شبكه تانية، فالمعلومات ديت هتمشي عن طريق الشبكه، فانا عايز احقق النتورك سيكيورتي او اتاكد ان المعلومات بتاعتي ديت هتكون محميه. مصطلح نتورك سيكيورتي لما نيجي نتكلم فيه كمان شويه بشكل اوسع هقول لك انا في النتورك سيكيورتي عايز احقق 3 جول او الهدف بتاعي ايه من النتورك سيكيورتي، دي هنشوفها قدام شويه. تمام. الاساس بتاع النتورك سيكيورتي او ايه اصلا اللي خلانا نحتاج حاجه اسمها نتورك سيكيورتي، لما نيجي نتكلم على النقطه دي هنتكلم على العوامل اللي بتاثر في النتورك سيكيورتي او انا ليه اصلا احتاجت النتورك سيكيورتي. فاول حاجه هنتكلم فيها هي الانترنت كونكتيفيتي، بقت موجوده 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع. يعني الانترنت موجود دلوقتي للبابليك كلهم، طالما في حاجه فري زي الانترنت فالحاجه دي معرضه لاتاكس، معرضه لان هي تقع، معرضه ان هي يحصل فيها دامج، معرضه ان يحصل فيها ستولينج. حاجه فري انا سايبها للناس ممكن يحصل فيها حاجات كتير جدا مضره. فانا اول حاجه اللي خلنا احتاج للنتورك سيكيورتي هو الانترنت دلوقتي بقى موجود 24 ساعه في اليوم 7 ايام في الاسبوع، يعني موجود على طول. تاني حاجه او التارجت التاني اللي خلينا نحتاج نتورك سيكيورتي ان معدل الجريمه الالكترونيه زاد. طبعا ده اللي كنت بقوله من شويه، طالما الانترنت موجود ومفيش عليه سلطه بتحميه او مفيش عليه شويه قيود بتوقفه، فطبيعي الجريمه الالكترونيه تزيد. الجريمه دي هنتكلم فيها كمان شويه، هقول لكم ايه تصنيفات الجريمه الالكترونيه. تالت حاجه التاثير على البيزنس والانديفيديوالز، العمل نفسه والافراد اكيد بيتاثروا طول ما هم شغالين انترنت، فانا كان لازم اكون عندي النتورك سيكيورتي عشان ابتدي احمي الافراد واحمي الشركات. رابع حاجه عندنا الليجيلايزيشن والليابيلتيز، بقى عندنا فيه قوانين، بقى عندنا فيه مسؤوليات، دي خلتني احتاج للنتورك سيكيورتي. الحاجه الخامسه والحاجه السادسه وهم دول يهموني قوي، ان بقى عندنا فيه تكاثر في الثريتس او التهديدات الامنيه، وبقت اكثر تطورا، سوفيستيكيشن اوف ثريتس بقت اكثر تطورا. سي دلوقتي ان في هنا اليومين دول نزل فيروس، الفيروس ده بيعمل ستول للكريدت كارد اكاونت بتاع اليوزرز اللي بيستخدموا الانترنت. الفيروس ده بيطلع بيعمل دامج، بيفضل فتره من الزمن، بعد كده الشركات الانت فيروس بتبتدي تطور التولز بتاعتها بحيث ان هي تعمل كابشر للفيروس ده وتوقفه. طب انا دلوقتي كهاكر او كان واحد انا كفيروس كرييتور، انا كرييت انا الفيروس ده، هبتدي اخلي الفيروس بتاعي يكون اكثر تطورا، اخليه يعمل ديتكت او يشوف انت هتعمل ايه فهو يخدعك. يعني انا هبتدي دلوقتي اخلي الفيروس بتاعي يفكر. فكان عندنا البروليفريشن اوف ثريتس، ده معناها التكاثر بتاع التهديدات الامنيه، والسوفيستيكيشن اوف ثريتس انها بقت اكثر تعقيدا واكثر تطورا. طبعا حاجات زي ديت تخليني برضو اروح للنتورك سيكيورتي. كمان شويه هنبتدي نتكلم عن كل نقطه من دول بالتفصيل الممل في السلايدز اللي جاي. اول حاجه هنتكلم فيها هي السايبر كرايم، الجريمه الالكترونيه.
يعني ايه جريمه الكترونيه؟ الجريمه الالكترونيه اول حاجه هي الفود او السكامز، معناها الاحتيال الالكتروني. سي ان انا دخلت لك على الانترنت، كلمتك على الايميل، قلت لك انا فلان الفلاني، هنبتدي يا فندم بس انا محتاج الباسورد بتاع حضرتك، او هنبتدي نبعت لحضرتك الصفحه ديت، حضرتك مطلوب منك ان انت تملى البيانات اللي موجوده فيها. سي ان انت مليت البيانات بتاعتك ديت، من ضمنها كان موجود رقم الكريدت، موجود رقم الايميل بتاعك، الباسورد بتاعه، هو بيستفادها في حاجه مضره مع انه كان معرفك ان هو هيعملها في حاجه كويسه. فدي اسمها الاحتيال الالكتروني. تاني حاجه سرقه الهويه، واحد بيدخل على الانترنت ينتحل شخصيه واحد تاني عشان يعمل كوز دامج، يسبب ضرر من الاضرار، او في الانتقام، او في عايز يظهر بصوره احسن من الصوره اللي هو موجود فيها. طبعا ليه فيها شويه حاجات كتير بنتكلم فيها، كلها بتيجي تحت السايبر كرايم. الشايلد بورنوغرافي او المواقع الاباحيه او المواقع المضره دي تنطبق برضك تبع السايبر كرايم. عندنا السيفت اوف تيليكومينيكيشن سيرفيسز، ممكن سرقه الاتصالات، وطبعا دي كانت حصلت من فتره مش بعيده، ان كان في يوزر من اليوزرز او واحد من الناس دخل دفع فاتوره التليفون لكل الناس اللي موجودين في الحي بتاعه فور فري. طبعا دي طبعا تسمى جريمه الكترونيه. عندنا بعد كده الفانداليزم، تخريب الممتلكات، والارهاب، والاكستورشن، الابتزاز. طبعا عمليات الابتزاز ديت كتيره جدا موجوده على الانترنت، ان واحد بيبتدي يساوم واحد بالصوره اللي معاه، يقول له مثلا انا شفت لك صوره في موضع مخل، او انا عندي مثلا معلومات تخليك تدخل السجن، فيبتدي يبتز الشخص ده عن طريق الانترنت. او في شخص تاني بيهدد شخص تاني بايميل، يقول له مثلا انا هقتلك، او انت لو ما دفعتليش مبلغ قد كذا انا هخطف طفلك مثلا. فدي اسمها ابتزاز. طبعا الناس اللي بتعمل الجريمه دي بيكون مفكر ان هو قاعد ورا الكمبيوتر بتاعه، مفيش حد يعرف يجيبه. فالجرائم دي كلها بتكون تحت السايبر كرايم. وطبعا زي ما في جريمه الكترونيه، في مباحث الجرائم الالكترونيه. طبعا هنا في كمثال هنا جايب لنا في واشنطن العاصمه، كان قال هنا اللي فيه اكتر من 3.5 مليون كان حصل عليهم عمليه احتيال، انتحال شخصيه، ودي اتعمل لي عم سببت كذا وكذا وكذا. طبعا الكيسز ديت او الحالات ديت مفيش اكتر منها، وكمان شويه هقول لكم ايه المصادر اللي تجيبوا منها الاخبار بتاعه الجرائم الالكترونيه. عرفناها عن طريق السايبر كرايم. خلينا نشوف البيزنس امباكت، او ايه تاثير نتورك سيكيورتي على البيزنس، او لو مفيش نتورك سيكيورتي. هو هنا في الاول هنقول لو مفيش نتورك سيكيورتي ايه اللي هيتسببه هنا. اول حاجه ديكريز ان برودكتيفيتي، الانتاجيه بتاعتها هتقل، والناتج السنوي بتاعي هيقل، وممكن اي حد يسرق الداتا بتاعتي، ممكن اي حد يقطع الاتصالات بتاعتي، ممكن اي حد يبوظ لي السيستم بتاعتي. طبعا كل ده التاثير بتاع غياب النتورك سيكيورتي. يعني لو النتورك سيكيورتي مش موجوده الحاجات دي اللي هتحصل. فانا بحتاج نتورك سيكيورتي عشان اعكس الحاجات دي، ان انا اعمل انكريز في البرودكتيفيتي، ان انا ازود الناتج بتاعي، ان انا اخلي فيه امان على السنسيف داتا بتاعتي، وهكذا. البروليفريشن اوف ثريتس، زياده الفيروسات. طبعا هنا مفيش اكتر من الاحصائيات اللي احنا كل شويه بنشوفها، يقول لك ان الفيروسات بتاعتنا بتزيد. جميل. وفي كمان شويه في موقع هوريه لكم بعرف فيه ايه اشهر التهديدات الامنيه والفيروسات اللي بتظهر لي على الانترنت. السوفيستيكيشن اوف ثريتس، الفيروسات بتاعتي بقت اكثر تعقيدا. زي ما كنت قلت من شويه ان الفيروسات بتاعتي ممكن الفيروس يقوم بالغرض بتاعه وما يموتش بعدها، ده ممكن يقوم بغرض تاني، او ممكن لو انت عملت كابشر الفيروس ده ممكن يطلع لك فيروس بيعرف يعمل حاجه احسن منه. فالثريتس بتاعتي او التهديدات الامنيه لما اجي اصنفها بصنفها اكتر من تصنيف، يا اما انترنال ثريتس، تهديدات امنيه داخليه، يعني الوقت سيد ده الجهاز بتاع الفيكتيم او اللي حصل له اتاك، فبقول الاتاك اللي حصل له ده ممكن يكون حصل له من داخل الشبكه بتاعتي، يعني انت اوريدي موجود مع ناس في الشبكه والناس دي بدات تستغل الجهاز بتاعك، او جايه لك التهديدات ديت من بره الشبكه، ودي بنسميها اكسترنال ثريتس. او ستراكشر ثريتس، ودي تهديد، يعني ده الراجل هنا ده راجل هاكر بدا فعلا ينظم عمليه اتاك عليك، دي اسمها ستراكشرد، ودي هنعرفها كمان شويه. او ان ستراكشرد ثريت، يعني معنى هنا مثلا يوزر عادي كان قاعد بيجرب اي حاجه فصادف ان هو عارف يسرق الباسورد بتاعك او يسرق الكريدت كارد بتاعك، فدي اسمها ان ستراكشرد ثريت. طبعا الثريتس اسمها تهديد امني، وهيكون في معاها كمان كم مصطلح هنعمل بهم معادله قدام شويه. الليجلايزيشن، الليجلايزيشن معناها تشريع القانون او الشرائع بشكل عام.
طبعا زي ما في سايبر كرايم لازم يكون في جهه بتوقف السايبر كرايم. فكنت قلت لكم من شويه ان في موجود حاجه اسمها مباحث جرائم الالكترونيه او مباحث الانترنت في امريكا. موجود حاجه بنسمعها طول اسمها الاف بي اي او مباحث الفيدراليه. فالمباحث الفيدراليه شرعت قانون او اكتر من قانون, كل قانون بينص على حاجه. بالنسبه لسرقه الهويه بيكون لها عقوبه معينه, بالنسبه لسرقه الكريدت كارد بيكون لها عقوبه, بالنسبه للدمج اللي بيحصل للشركات بيكون لها عقوبه. فالاف بي اي دايما بنسمع ان هي على طول في بينها حرب بينها وبين الاتاكرز او بينها وبين الهاكرز. الاف بي اي كجهه اكتر جهه تنظيميه في القبض على الجرائم الالكترونيه. جينا لاهم حاجه انا عايز اعرفها من الشابتر ده, الجولز اوف انفورميشن سيكيورتي بروجرام. انا ايه الهدف بتاعي من النتورك سيكيورتي, او ايه اللي انا عايز احققه من النتورك سيكيورتي؟ اللي عايز احققه هما التلات حاجات, الكونفيدنشياليتي والانتجريتي والافيلابيليتي. ده ما احنا بنرمز له بمثلث كده, بقول لك انت وشطارتك انا عايز احقق التلاتة دول, او مش عايز احقق واحد واسيب واحد. كونفيدنشياليتي معناها الخصوصيه بتاعه البيانات, زي ان انت دلوقتي بتنقل بيانات, البيانات بتاعتي ديت عشان انقلها لازم ادخل الباسورد بتاعي, فدي خاصه بي انا بس, مفيش حد يشوفها غيري انا بس. لازم اللي يشوفها في الطرف التاني يكون اوثورايزد اللي هو يشوفها, يعني يكون معاه الصلاحيات اللي هو يشوفها. زي ان انا ادمنستريتور يبقى هو هناك لازم يكون ادمنستريتور, ما ينفعش يوزر عادي هو اللي يشوف البيانات بتاعتي. يا اما كده يكون البيانات بتاعتي حصل لها ليكج او اتسربت او ممكن اي حد استغلها استغلال سيء بعد كده. فالكونفيدنشاليتي معناها خصوصيه البيانات. الانتجريتي معناها ان انا اتاكد ان البيانات بتاعتي طول ما هي بتتبعت مني انا كسورس وهي رايحه للديستنيشن ما بحصلش فيها تغيير في البيانات بتاعتها. يعني زي ما انا باعت لك مثلا الظرف, الظرف ده مقفول, الظرف ده موجود فيه جواب, الظرف ده اتاكد ان هو وصل لك زي ما هو مقفول ونفسه في نفس الورقه, ما يكونش فيه حد في النص فتح الظرف وقرا الورقه وغير في الكلام اللي موجود فيها وبعد كده حطها في ظرف جديد وبعته لك. طب الكلام ده بنعرفه ازاي؟ ده عن طريق حاجه اسمها التشيك سام, او اللي انت طبعا درستها في السي سي ان اي. كان في حاجه في التري, طبعا احنا في الفريم بنضيف هيدر وتريلر, في التريلر كان في حاجه اسمها الاف سي اي, الاف اس, الاف سي اس فريم تشيك سيكونس, او في حاجه اسمها تشيك سام ان انا بضيف قيمه عندي انا كسورس في الباكيت بتاعت اللي هبعتها, والديستنيشن بيبص على القيمه ديت لما توصل له. لو هي نفس القيمه يبقى معناها ان هي مظبوطه, لو القيمه دي اتغيرت معناها ان في حد غير في البيانات بتاعته. او كمثالها اكتر, لو في حد بيحمل نسخ لينوكس او نسخ برامج اصليه من الانترنت, وانت بتنزل النسخه الاصليه بينزل لك في ملف التكست كده مكتوب عليه فيه الهاش او الام دي 5 او التشيك سام, بقول لك ادخل جوه هتلاقي فيه قيمه انكريبتد. القيمه ديت خدها قارنها بالقيمه اللي موجوده على الموقع بتاع البرنامج, لو لقيت القيمه دي زي القيمه اللي هناك تعرف ان البرنامج بتاعك مفيش حد حمله في النص وزرع لك فيه باتش او فيروس او عدل في المحتويات بتاعته. فانا هنا في النتورك سكيورتي بتاعتي عايز احقق الجول ده بتاع الانتجريتي, معناها ان البيانات بتاعتي زي ما طلعت زي ما وصلتني ما حصلش فيها اي تغيير. اخر جول عايز احققه هو الافيلابيليتي, او ان الداتا بتاعتي او الحاجه اللي انا عايز رايح اعمل عليها ريكويست ان هي موجوده 24/7, موجوده ال 24 ساعه طول الاسبوع. ابسط مثال عليها ان انا النهارده الصبح انا اللي دخلت على الموقع مثلا زي موقع الفيسبوك, مفروض كمان ادخل في اي وقت طول اليوم او ادخل بالليل ادخل تاني يوم هتلاقي موقع فيسبوك بيفتح معايا. امتى الافيلابيليتي دي ما تتحققش؟ بمعنى ان انا دلوقتي كنت فاتح موقع بعدها بساعه جيت افتح الموقع ده لقيت الموقع ما بيفتحش, معناها الموقع ده بقى واقع, ما عادش فيه افيلابيليتي, ما عادش له وجود, فانا دلوقتي ما حققتش النتورك سكيورتي. تاني, فالجولز بتاعت انفورميشن سكيورتي او نتورك سكيورتي بشكل عام ان انا عايز احقق الثلاثه جول دول, احقق الخصوصيه, احقق الانتجريتي, احقق الافيلابيليتي. انت وشطارتك مستحيل تحقق التلاتة مع بعض, لكن احنا دايما بنحقق تارجت يكون مناسب للتلات حاجات. يعني مثلا انا عمري ما هاخد الاحمر كله ولا الازرق كله ولا الاصفر كله, لا دايما بكون انا في النص ما بينهم هنا, بحيث ما اروحش للكونفيدنشاليتي واسيب الافيلابيليتي والانتجريتي, وبحيث ما اروحش للافيلابيليتي وانسى الانتجريتي والكونفيدنشاليتي. تمام؟ فانا دايما بحاول احقق التارجت بتاعي اللي هو يريحني وفي نفس الوقت ما يكونش مضر عليا. هنبتدي نتكلم بعد كده في حاجه تانية اسمها الريسك مانجمنت او اداره المخاطر.
لما نيجي نتكلم في اداره المخاطر هنتكلم فيها على اكتر من حاجه. اول حاجه يعني ايه ريسك مانجمنت. ريسك مانجمنت يعني هي العمليه اللي بتخليني اقيس درجه المخاطر اللي الاورجانيزيشن بتاعتي او المنظمه بتاعتي متعرضه لها. يعني سي دلوقتي انا موجود في الشركه، الشركه بتاعتي ديت قالوا بقت اندر اتاك، في عندنا يا جماعه في الشركه في موظفين بيشتكوا ان الباسوردات بتاعتهم اتسرقت، فانا لازم بكون عندي حاجه اسمها ريسك مانجمنت، اداره المخاطر. طب انا بكون محضر عندي حاجه بقول طب لو الناس دول الباسوردات بتاعتهم اتسرقت ايه ايه الحاجه اللي انا بعملها بحيث تخلينا نوقف الكلام ده كله. فلما تيجي نتكلم على ريسك مانجمنت بقول لك مثلا اول حاجه عندك اللي هي الباتش اند ابديت. زي مثلا هنا كنت قلت يا جماعه الويندوز بيخترق او الويندوز بيدخل له فيروسات، فترى خلاص تمام طيب الابديت للويندوز عشان تلغيها. جيت هنا مثلا قلت يا جماعه الفيزيكال اكسس معناها ان الدخول بشكل مادي، بمعنى انا قلت يا جماعه الاوضه بتاعت ديت الاوضه اللي موجود فيها الراوتر، اتاكد ان الاوضه الراوتر ديت محدش يروح يشيل الكابل بتاع الراوتر منها ولا يبوظ الراوتر. فانا هنا لازم بعمل كنترول على الفيزيكال اكسس بتاعتي. الباسورد بروتكشن، الناس اللي قالت يا جماعه الباسوردات بتاعتنا اتسرقت، على طول انا في ساعتها بقوم ابلغ بقيه الموظفين اقول لهم يا جماعه حالا كله يغير الباسورد بتاعه بباسورد اقوى. واحد بيشتكي مثلا من الجهاز بتاعه عليه فيروسات، فانا بنصحه بقول له نزل انتي فايروس. واحد بيشتكي النتورك بتاعته بيحصلها اتاكس، فانا بنصحه ان هو يعمل انستول لفاير وول. الشركه بتاعتي كلها ما فيش فيها وعي الكتروني، فاحنا لازم بنكون مرتبين حاجه اسمها ديفلوب ا سيكيورتي بوليسي، ودي هنتكلم فيها كمان شويه. فالريسك مانجمنت دايما بقول هي اداره المخاطر، ان انا سي لو حصل عندي ريسك، الريسك ديت اللي هي حاجه وحشه او حاجه ضرر، ازاي اعمل لها اداره، ازاي اوقف الريسك. فقلنا مثلا لو كانت بخصوص الويندوز فانا بنزل باتش او ابديت، لو كانت على الفيزيكال سيكيورتي فانا بعمل عليها كنترول، لو كانت بخصوص الباسورد فانا بعمل لها بروتكشن بخلي الباسورد بتاعي اقوى، لو كانت على السيستم بتاعي عليه فيروسات فانا بنزل له انتي فيروس، لو كان السيستم بتاعي او النتورك بتاعتي بيتعرض لاتاكس فانا بقول لك فاير وول. عايز اعمل وعي الكتروني للشبكه كلها، فانا بقول لك في عندي بوليسي او اتفاقيه بتقول ان احنا عندنا في حاله السكيورتي بنعمل كذا وكذا. ولاحظ دايما ملاحظه اللي انا كتبها لك تحت في الاخر دي، ريسك كان بي ميتيجيتد بات كانت بي اليمينيتد. دايما انا لما اعمل الريسك، لما يكون في عندي ريسك وانا بعمل لها كنترول، فاللي دايما انا بعمله ان انا بقلل او بخفف الاضرار بتاعتها، بس مستحيل اعرف امسحها خالص. يعني سيد دلوقتي قلت لك الويندوز بيخترق، فشركه مايكروسوفت قالت خلاص يا جماعه اللي عليا ان انا اعمله ان انا هنزله كل شويه ابديتس بتنزلوا لها للويندوز، بحيث الابديتس دي تقفل الثغرات الموجوده في الويندوز. بس يا جماعه انا ما وعدتكوش ان الابديتس بتاعتي دي هتمنع الفيروسات انها تخش، عشان كده بتعمل تخفيف. يعني بدل ما كان بيخش لك 100 فيروس انا هخليهم مثلا يخش لك 2 3. هي دي المعنى بتاعها. اليمينيت معناها انا امسحهم، لا كانت بي اليمينيت. جميل. فده المصطلح بتاع الريسك مانجمنت. بنرجع بعد كده بنتكلم في حاجه تانية اسمها الريسك اسسمنت او تقدير الريسك. انا هنا عملت لها عمليه اداره، انا هنا دلوقتي عايز اقدرها بقى، عايز اقدر الريسك بتاعتي تكون ازاي. هنا قال لك اتش فولنربيلتي كان بي رانكد باي ذا سكيل، كل نقطه ضعف عندي بيكون ليها سكيل او درجه قياس. لازم بقول نقطه الضعف اللي عندي ديت هل هي خطيره ولا خطيره قوي ولا خفيفه ولا ملهاش قيمه ولا حد سبب لي اضرار قدام. فالريسك اسسمنت تعتبر هي اخت الريسك مانجمنت. زي ما انا عملت هنا اداره للمخاطر، لازم اعمل تقدير للمخاطر بتاعتي واشوف حجمها قد ايه، وعلى اساس اشوف حجمها قد ايه هبتدي اعرف مانجمنت كويس. جميل. الاسيت ايدنتيفيكيشن. الاسيت احنا دايما بنطلقها على اي ممتلكات او اصول موجوده عندي في الشركه بتاعتي او في المكان اللي موجود فيه السكيورتي. فالكاتيجوريز اوف الاسيتس دايما بنطلقها على الانفورميشن اسيتس، بقول لك البيبل او الهاردوير او السوفتوير او السيستم، السبورتنج اسيتس فاسيلتيز يوتيليتي سيرفيس، كريتيكال اسيتس كان بي ايذر اوف ذس ليستد ابوف. معناها بقول لك انا الشركه بتاعتي ديت موجود فيها الاسيتس عباره عن هاردوير، يعني الممتلكات بتاعت الشركه كلها هاردوير. في شركه تانية بقول لك الاسيتس بتاعت الشركه ديت هي الانفورميشن، يعني معناها البيبل. يعني انا عشان امن الشبكه بتاعتي او امن المكان بتاعي لازم اول حاجه بقول لك طب ايه نوع الممتلكات اللي عندك او ايه نوع الاصول، هل هي هاردوير عايز تامنه ولا هل هو سوفتوير عايز تامنه ولا هل هو سيستم عايز تامنه ولا هل هم اصلا بيبل انت عايز تعرفهم الاضرار دي ايه. جميل.
فعلى حسب تقديري للاسد ببتدي اعرف انا هعمل عليها تامين ازاي، هعمل عليها سيكيورتي ازاي. فدايما الشركات والافراد بيقول لك احنا الاسس بتاعتنا مكونه من كذا وكذا، عشان تخليك تفكر الاسد ديت هي ايه. نبتدي نتكلم في الثريت. يعني ايه ثريت؟ الثريت ده انا بقولها من ساعتها، الثريت معناها تهديد امني. اي بوتنشال دينجر تو انفورميشن اور سيستم، اي خطر محتمل بيهدد الانفورميشن بتاعتي او السيستم. اي حاجه اقول لك الفيروس ده، الفيروس عباره عن ثريت، الورم عباره عن ثريت، الدينايل اوف سيرفيس اتاك عباره عن ثريت. اي تهديد او اي حاجه مضره بتضر المعلومات اللي عندي او بتضر السيستم بتاعي او بتضر النتورك بتاعتي، فبطلق عليها ثريتس. الثريتس اللي عندي ممكن تكون اكتر من نوع زي ما انا قلت. مثلا هو اشهرها مثلا الايفز دروبينج، ده اللي هو التصنت. لو انا موجود مثلا في الشبكه وتلاقيت في واحد موجود معايا في الشبكه بيسرق الباسوردات بتاعتنا او عارف احنا فاتحين ايه، ساعتها اقول النتورك بتاعتي موجود فيها ثريت. الثريت ده عباره عن ايفز دروبينج. في عندي نايل اوف سيرفيس ثريت، ممكن يحصل عندي هجمات حجب الخدمه. باكت ريبلاي، انا بعت باكت لجهاز، الباكت ديت اتبعتت له كمان مره وكمان مره وكمان مره عشان مثلا توقع الجهاز. عندي مان ان ذا ميدل، ده نوع من انواع الاتاك اللي هو نوع من انواع التهديد. الباكت موديفيكيشن، ان انا الباكت بتاعتي ببعتها من جهاز لجهاز فحصل فيها تعديل. فعندي الثريتس هي اي خطر بطلقه على اي حاجه بتسبب لي ضرر للانفورميشن بتاعتي او السيستم بتاعي. الفولنربيلتي هي نقطه الضعف. نتورك فولنربيلتي از ا ويكنس ان ا سيستم تكنولوجي برودكت اور بوليسي. اي نقطه ضعف موجوده عندي في الجهاز بسميها فولنربيلتي. تمام. كمان شويه هنعمل معادله ما بين الثريت والفولنربيلتي. لازم بيكون في عندي حاجه اسمها vulnerability appreciation، لازم بعمل تقدير للفولنربيلتي اللي عندي. بقول لك الفولنربيلتي اللي عندي ديت هل هي ضاره ولا خفيفه ولا كبيره. جميل. هنا الريسك مانجمنت تيرمز او اداره المخاطر بيطلع لي هنا اكتر من مصطلح، او مصطلح اللي هو الفولنربيلتي اللي كنت قايله من شويه، اللي هي اي نقطه ضعف عندي في السيستم بتاعي او في النتورك او في الديفايس اسمها vulnerability. الثريت هو التهديد الامني اللي انا بستخدمه عشان ادخل على الفولنربيلتي. خلينا نعدل الثريت ايجنت ونيجي على الريسك. الريسك هي احتماليه ان الثريت ايجنت او الراجل اللي فوق ده هيستخدم الفولنربيلتي عشان يعمل لي ثريت. خلينا اكتب لكم المعادله دي. المعادله هتكون كالتالي، خليني بس اجيب القلم. خليني اقول ان الفولنربيليتي زائد ثريت بتساوي ريسك. يعني عندي نقطة ضعف، نقطة ضعف ديت استغلتها او بتعمل لي تهديد، ده بيساوي ريسك مخاطر. دي المعادله اللي كنت عايز اقولها لكم من شويه، انه طول ما في عندي، ثواني نجيب تاني القلم بتاعنا، طول ما في عندي نقطه ضعف، نقطه الضعف ديت ممكن تعمل لي تهديد، ساعتها التهديد ده بيعمل لي مخاطر عندي في الشبكه. فانا دايما بتاكد ان السيستم بتاعي او النتورك بتاعت او الديفايس مفيش فيه نقط ضعف عشان ما يكونش فيه تهديد، عشان ما يكونش فيه ريسك. جميل. الثريت ايجنت هو الشخص اللي بيستخدم الثريت عشان يعمل لي تخريب على الفيكتيم او على السيستم بتاعي. يعني الثريت ايجنت هو الشخص اللي بيستخدم الثريت، او احنا بنسميه كمان شويه هنقول عليه هاكر. يعني الاكسبوجر هي احتمالية ان يحصل عندي لوز او فقد بسبب الثريت ايجنت. الاكسبوجر ده يعني بقول لك خلاص الثريت ايجنت لما دخل عندك على الجهاز وخرب الدنيا، بقى في عندك دلوقتي اكسبوجر.
الكاونتر ميجر هي الاجراءات المضاده اللي انا باخدها عشان اتاكد ان مفيش عندي ثريت ولا ثريت ايجنت ولا ريسك ولا اكسبوجر ولا فولنربيلتي. هي ممكن تكون مصطلحات بعض الشيء تتوه، لكن خدها كانها معادله. الفولنربيلتي يعني نقطه ضعف. نقطه ضعف لو انا عملت لها ثريت او انا خليت نقطه الضعف دي استغلها عن طريق الثريت ممكن اعمل عندك ريسك. الثريت ايجنت هو الشخص اللي بيعمل عندي الفولنربيلتي والثريت والريسك. الاكسبوجر هو فقد في الداتا بتاعته او فقد في المعلومات اللي سببه الثريت ايجنت. الكاونتر ميجر هي الاجراءات المضاده اللي انا باخدها عشان اتاكد ان مفيش حد يدخل عندي. ده ممكن تفهمه اكتر بالشكل ده. قالك الثريت ايجنت ده الشخص اللي يبتدي يعمل اتاك عليك او اللي يبتدي يعمل هاك عليك. قالك استغل ثريت عن طريق الثريت ديت كان في عندك فولنربيلتي، يعني هو بالتهديد بتاعه زي مثلا فولنربيلتي ديت كانت عباره عن ثغره في متصفح الانترنت اكسبلور. فالثريت اللي عنده ان هو عنده تول او عنده برنامج بيخليه يعمل اتاك على الانترنت اكسبلور في الثغره بتاعته دي. يعني ده الشخص ده معاه تول، التول ديت خليته يدخل عندي في نقطه الضعف. نقطه الضعف ديت هتسبب لي المخاطر الريسك. الريسك ديت ممكن تكون عندي على الاسيت اللي هي المعلومات او الافراد او الهاردوير اللي موجود عندي في الشركه. وطالما انت اثرت على الاسيت اللي عندي فانت الوقت هتسبب اكسبوجر، هتسبب عندي ضعف في البيانات او فقد في البيانات. فانا عشان اوقفك لازم اعمل كاونتر ميجر او يكون في عندي اجراءات مضاده ان انا بتخذها على طول عشان اعمل الكلام ده. طبعا لو ما عملتش كاونتر ميجر بيكون في عندي ثريت ايجنت، او لو انا عملت الكاونتر ميجر بتاعي على طول هتوقف الثريت ايجنت اللي موجود بره. جميل. فانا عندي دلوقتي راجل شرير او راجل وحش عن طريق ثريت بدا يعمل يستغل نقطه ضعف. اكسبلويت يعني استغلال، والثريت يعني تهديد امني. تهديد امني عن طريق ثغره موجوده عندي في السيستم خليت في عندي ريسك. الريسك ديت خليته يضر الاسيت، والاسيت ديت خلت يحصل عندي فيه فقد في الداتا بتاعتي او في البيانات. فانا عشان اوقفها لازم استخدم الكاونتر ميجر اللي بتقول عليها الشركه. الكلام زي ما قلت لكم نظري، بس مهم جدا جدا طول ما انت ماشي في بقيه الكورس هتبتدي تسمع المصطلحات دي كتير. هقول لك يعني ايه ثريت فولنربيلتي، يعني ايه ريسك، يعني ايه كاونتر ميجر. فانت لازم تكون مهيئ نفسك نفسيا عشان لما تخش على بقيه الكورس. لما نيجي نتكلم بقى على الاتاكس، الاتاكس هنتكلم على انواعها باكتر من شكل. اول حاجه هنتكلم بقول لك على انواع الاتاكس من حيث التخطيط. في عندي اتاكس استراكشرد وفي عندي اتاكس انستراكشرد. يعني اتاكس منظمه اللي قايم بيها ناس فاهمين، الناس ديت قدرت تستغل نقطه ضعف عندي في الجهاز وقدرت عن طريق كتابه سكريبت او عن طريق تول معينه هم اللي عاملينها قدروا يستغلوا النظام ويحصل له عندي دامج او اضرار. فده اسمه اتاك منظم او اختراق منظم. يعني فعلا الراجل اللي عمل عليه اتاك هو راجل فاهم هو بيعمل ايه، بدا يعمل عندي على الجهاز نوع من انواع كشف البيانات او نوع من انواع تعقب البيانات ويشوف انا ايه عندي نقطة الضعف اللي عندي. طب ازاي يدخل لها عندي على السيستم بتاعي؟ طب هيدخل لها ازاي؟ هل هو مثلا مبرمج يعرف يعمل هو الكود بتاع الفيروس او يعمل سكريبت بحيث مثلا يقفل الجهاز او يخرب لي الهارد؟ كل ده في النهاية بيسبب ان الجهاز بتاعي يحصل له دامج او ضرر. في النوع التاني اسمه unstructured attack. الunstructured attack الاتاك الغير منظم اللي احنا بنقوله بشكل عام اللي هو اي حد بيعمل اي حاجة فخرب اي حاجة. سي دلوقتي انت يوزر عادي قاعد بتدور على النت، اتلاقيت ان في حصريا برنامج بيسرق باسوردات الشبكة، حصريا برنامج بيعرف مين اللي بيتكلم معك في الشبكة. فانت يوزر عادي جدا كل اللي انت عملته ان انت نزلت البرنامج ده، حملته، بدأت تفتح البرنامج، بدأت تتجرب بنفسك. انت فرحان ان انت شايف نتائج، بس انت ما انتش عارف انت بتعمل ايه، وهل اللي انت عملته ده ضر ناس تانيين معاك ولا لا، وهل اللي انت عملته ده ضرك انت شخصيا ولا لا. فالاستراكشر الاتاك دايما اللي بيقوم بيه ناس فاهمين، الناس دول احنا بنقول عليهم هاكرز. الهاكر ده هو الشخص اللي عارف هو بيعمل ايه كويس بحيث يعمل دامج عندي في الشبكة. فبما ان احنا هنا جينا في الاستراكشر خليني اتكلم على انواع
الهاكرز الموجودين عندنا كتصنيفهم. طبعا الكلام ده اتقال كتير جدا، وهو يعني سيسكو ما عادش بتهتم بيه قد كده، بس انت لازم كنتورك سيكيورتي انجينير لازم تكون عارف. في عندنا الوايت هات، ده اول نوع من انواع الهاكرز. في عندي حاجة اسمها بلاك هات، في عندي حاجة اسمها جراي هات. وبالنسبة لانستراكشرد، في عندي هو اشهر مثال عليهم هما السكريبت كيدز او اطفال الهاكرز، دي طبعا حرف الاي. هنا في عندنا اكتر من تصنيف الهاكر، في عندنا حاجة اسمها وايت بلاك هات، وايت هات هاكر، في عندي بلاك هات هاكر، في عندي جراي هات هاكر. طبعا الهاكرز هنا انا لو قلت هاكر بس يبقى انا بظلم ناس كتير، فعشان كده كان في تصنيف للهاكرز، يقول لك كان في هاكر شرير، في هاكر حلو، وفي هاكر بين البنين. فالهاكر خلينا نبتدي بالوايت هات، او خلينا نبتدي الاول حاجه بالبلاك هات. بلاك هات هو الشخص اللي عنده القابليه اللي هو يعمل اتاك او يعمل تخريب في اي سيستم او في اي شبكه دون النظر لاي اغراض. بمعنى ممكن البلاك هات ده ممكن واحد بيخرب عند الشبكه جاست ان هو يظهر ان هو راجل كويس يعني في الاتاك، او راجل معدي في الاتاك عايز بس اظهار القوه بلاك هات. او ممكن بشكل تاني واحد دفع له فلوس قال له انا عايزك تخرب لي الجهاز الفلاني، فده واحد دفع له فلوس. او ممكن الغرض الاخير ان هو بيكون بغرض الانتقام، واحد عمل له حاجه فعايز ينتقم منه فدخل خرب جهازه او خرب النتورك بتاعته، فده بنسميه بلاك هات هاكر، الهاكر صاحب القبعه السوداء، ده كتصنيف ليه. طب الوايت هات هاكر هو الهاكر اللي بيمتلك نفس النوليدج او عنده نفس الخبره بتاعت البلاك هات، بس بدل ما استغلها في حاجه مضره بيستخدمها في حاجه مفيده. بمعنى انا عندي بلاك هات قاعد بيضر، بلاك هات بيدخل عندي على النتورك بتاعت الشركات يبوظها، بيسرق بيانات العملاء، بيبوظ سمعه الشركه، فانا بجيب انا كشركه بوظف هاكر، بس الهاكر ده بيكون وايت هات. اقول له دلوقتي انت تعرف تعمل زي اللي بلاك هات بيعمله بالظبط، بس انت مش هتعمل كده، ده انا عايزك تفكر نفس تفكيره، وبدل ما انت تضرني ده انت هتبتدي تعمل لي ديفنس، يعني هتبتدي تقفل الثغرات اللي ممكن البلاك هات يستغلها عشان يخشني. فانت ممكن تقول كده زي دي بين الحرب، الحرب بين الخير وبين الشر، الوايت هات ده راجل حلو، البلاك هات ده راجل وحش. الوايت هات قاعد بيقفل الدنيا، بيعمل ديفنس، بيقفل الثغرات اللي موجوده، بيتاكد ان مفيش حد هيبتدي يبعت فيروس، بيتاكد ان مفيش حد ممكن يعمل اكسبلويت للشبكه بتاعتي عن طريق الفولنربيلتيز الموجوده فيها. البلاك هات هو اللي كل شويه قاعد بيدور في الشبكه ازاي يدخل لها، ازاي يستغلها. طبعا احنا كمان شويه هبتدي اكلم لك ازاي لما واحد يحب يعمل اتاك على شبكه في عندنا شويه ستيبس لازم بيمشي عليها اي حد. طب اخر واحد فيهم هو الجراي هات، صاحب القبعه الرماديه. الجراي هات هو الشخص اللي ما بين البنين، يعني لا هو بلاك هات على طول ولا هو وايت هات على طول. الشخص الجراي هات ده ممكن تدفع له فلوس عشان يعمل تخريب، وممكن تدفع له فلوس عشان يعمل تأمين، بس جري هات يعني قليلين، ولو في حد جري هات ما بيقولش على نفسه جري هات. وطبعا زي ما احنا عارفين الهاكرز كلهم ما فيش حد بيقول انا الاسم الريل نيم بتاعي كذا، طبعا الهاكرز كلهم بيكون لهم نيك نيمز عشان ما يتعرفوش، بس بيكون في حاجات او شخصيات معروفه كده، زي يمكن اشهر واحنا بنسمعهم حاليا هي مجموعه انونيمس او المجهولون، على طول بيعملوا اعمال تخريبيه. في منهم بعض الناس بيعملوا اعمال زي اعمال شجاعه كده، يعني بيجيبوا حقوق ناس، بيوصلوا رساله للمسؤولين للحكومات، بس هم في الاول والاخر هم مجموعه مخربين، فهم دول ينطبقوا تحت البلاك هات هاكرز. عرفنا الاستراكشر ده اتاك اللي هي الاتاك المنظم اللي بعمل شويه عمليات او ببتدي اعمل عمليه اناليسيز وببتدي احلل الشبكه بتاعتي بالظبط والسيستم عشان اعمل لك اتاك، والاتاك ده في الاخر بينجح. اللي بيعمل اتاك ده يا اما بيكون وايت هات يا اما بلاك هات يا اما جري هات. طب مين اللي بيعمل الانستراكشرد اللي هو اي حاجه في اي حاجه؟ هم بنسميهم اطفال الهاكرز او سكريبت كيدز. كيدز دي اللي هي جمع كيد اللي هي اطفال يعني، فهو بيعمل اي حاجه، فاكتشف ان هو شاف حاجه كان عايز يشوفها او كان بيدور على حاجه تلاقيها، او قاعد بيدور ازاي يدخل على الشبكه فمش فاهم هو بيعمل ايه، انما ده لو واحد فاهم هيعرف ازاي الشبكه مقفوله، طب ازاي يدخلها بطريقه تانية. تمام، شفنا انواع الاتاكس من حيث التنظيم بتاعها او من حيث ان كانت بالتخطيط ولا من غير تخطيط. في نوع تاني للاتاكس
اقول لك الاتاك بتاعك اللي هو اتاك خارجي ولا اتاك داخلي. يعني سي انا موجود في الشبكه، قلت الشبكه بتاعتنا يا جماعه بتاعت شركه مثلا سي فودافون، شركه فودافون اخترقت، حصل عليها اختراق للاتاك، حصل فيها عندنا حاجه اسمها سيكيورتي بريتش، في خلل امني في النتورك. فعلى طول لازم بنشوف هل الاختراق ده حصل من بره الشركه ولا من جوه الشركه. طبعا بره الشركه يعني من من ناس بره خالص، ممكن تكونوا بره البلد نفسها، بره الدوله، عن طريق النتورك او عن طريق الانترنت، بما اننا كلنا متوصلين على الانترنت، قدروا يدخلوا عند النتورك بتاعتي ويعملوا فيها عمليه دامج. بس الاشهر دايما واللي احنا بنسمع عنه كتير هو الانترنال اتاكس. الاف بي اي قالت من 60 ل 80% من الاتاكس اللي بتحصل في اي مكان فيه جريمه الكترونيه او اي حد بيبلغ على جريمه الكترونيه حصلت، الاف بي اي نفسها المبعثات الفدراليه قالت من 60 ل 80% بيكون الاتاكس ديت اتاكس داخليه، يعني يا اما من موظفين معاك في الشركه يا اما من الشخص نفسه هو اللي عمل اتاك. بس انا دلوقتي انا المدير بتاع الشركه، جيت ادخل على الموقع بتاع الشركه النهارده باليوزر نيم والباسورد بتاعي، لقيتهم ما بيخشوش، انا سرقت الباسورد بتاعي اتسرق. فانا على طول بقول لك اول حاجه شك فيها على طول، شك في الناس اللي موجودين معاك في نفس المكان، اللي موجودين معاك على نفس الانترنال نتورك، يعني اللي كلهم موجودين معاك في نفس السب نت ماسك او على نفس السويتش. طبعا الكلام بتاعي ده مألوف بما انكم انتوا سي سي ان اي اصلا. اللي موجودين على نفس معاك على نفس النتورك، اللي موجودين معاك على نفس السب نت ماسك، عشان ده اسهل نوع من انواع الاتاكس ممكن يحصل. اي حد دلوقتي موجود على نتورك داخليه، لو النتورك بتاعتي ديت مفيش عليها بوليسز او مفيش عليها التولز بتاعتي او الهاردوير اللي بيحمين اللي بيحمينا من بعض، ساعتها النتورك بتاعتي ديت ملهاش اي لازمه. عشان كده الاف بي اي من كتر العمليات اللي هي عملتها قالت من 60 ل 80% من الاتاكس بتكون اغلبها من النتورك الداخليه، وبيكون في النسبه الباقيه اللي هم سي مثلا 20% بيكون اتاكس من بره، يعني واحد مثلا قاعد في امريكا عمل عليك اتاك انت قاعد هنا، واحد قاعد في مصر، بس دي بتكون قليله. وعشان تتعمل دي بتكون لازم يكون الناس اللي عاملينها ناس ادفانسد قوي، يعني مش هيكون شخص عارف ازاي بيخترق فيك، ده راجل صاحب خبره وبدا يعمل اكتر من حاجه وعلى اساسها بدا يوصل لك انت في دوله تانية. جميل. اخر نوع من انواع الاتاكس هنتكلم فيه بشكل تاني هو ان كان الاتاك بتاعه هل هو باسيف ولا اكتف، هل هو نشيط ولا خامد. باسيف اتاكس او اكتف اتاك معناه الاتاك اللي انت عملته هل كان فيه تدخل منك ولا لا. بمعنى انا دلوقتي هنتقمص كاننا احنا الهاكرز، كاننا احنا اللي عايزين نخترق. فانا عشان اخترق انا كنت قاعد بس مشغلت برنامج عندي على الجهاز بتاعي وبدات اشوف الباسوردات بتاعت السيستمز اللي موجوده في الشبكه، او بدات اشوف المسج اللي بتمشي في الشبكه، او بدات احلل الترافيك اللي شغال، او بدات اعمل داتا كابشر اخد بيانات من الداتا. يعني قاعد على جهازي وقاعد بشمشم كده في الشبكه اللي بيتم فيها، بس حتى الان انا قاعد بشوف، بس قاعد بشوف ايه الحاجات اللي ماشيه قدام الباكس رايحه لمين، من السورس اي بي من السن اي بي، بس حتى الان انا ما تدخلتش او ما عملتش حاجه عشان اعرف المعلومات دي. طب امتى اكون اكتف بقى؟ اكتف معناه ان انا بدخل بقى على الاكونت بتاع واحد، او بدخل مثلا على اللوج مسج، ودي حاجه هنعرفها ان شاء الله لما نوصل للراوترات والسويتشات. هقول لك انا دخلت على رسائل اللوج بتاعته وتلاقيت فيها كذا، او واير تاب ان انا بدات اتجسس عليه على المكالمات بتاعته، او عملت ده عليه دينايل اوف سيرفيس، انا شغلت عندي برنامج وحطيت فيه الاي بي بتاعه قلت له وقع لي السيستم ده، او عملت مسج موديفيكيشن ان كان الجهاز ده بيبعت رساله لجهاز تاني فقمت واخد الرساله ديت وعدلت فيها وبعد كده بعتها. فالاكتيف اتاك معناه ان انا عملت حاجه بايدي، تدخلت انا، فضلت اعمل شويه عمليات عشان اعمل الاتاك. انما هنا الباسيف اتاك ان انا دوب قاعد بس بسمع بس اللي شغال في الشبكه اللي بيتم موجود عندي، بس حتى الان مفيش تدخل مني. ودايما الاتاكر بيكون حريص جدا ان يعمل الباسيف اتاك، ما يعملش الاكتيف اتاك. الباسيف اتاك مش هيخلي في حد يعمل تريس ليك، او مش هيخلي حد يتعقبك بعد كده. انما انت لو عملت اكتيف اتاك فانت دلوقتي الاي بي بتاعك ظهر، انت من الاي بي بتاعك بدات تعمل تشوف اللوج، او من الاي بي بتاعك بدات تعدل، او من الاي بي بتاعك عملت دينايل اوف سيرفيس، فانت بعد كده بتخلي مهمه تعقبك بتكون سهله. فعشان كده الهاكر العبيط بس هو اللي بيعمل اكتيف من اول مره، انما الهاكر الشاطر بقول لك انا بطول قوي في عمليه الباسيف اتاك، انا ببتدي اعمل اعرف شويه معلومات بدون تدخل مني عشان اخلي مهمه تعقبي تكون اصعب شويه. النتورك اتاكس بقى ايه هي هجمات الشبكه؟ طبعا هجمات كتير جدا، بس انا حبيت بس اعطيك نبذه عن الحاجات اللي احنا هنشوفها طول الكورس. في عندنا حاجه اسمها الارب اتاكس، الادرس ريزوليوشن بروتوكول اتاك. طبعا زي ما احنا عارفين
بروتوكول ارب شغال ازاي، مهمته اللي هو يعمل لي عمليه ترانسليشن ما بين اللاير 3 واللاير 2، او عندي فيه ريفرس ارب بيعمل العمليه العكسيه. انا ممكن استغل الارب ده استغلال سيء. طبعا انا مش هتكلم على كل التاج دلوقتي عشان احنا حاليا بنفتح، بس هنشوف الحاجات دي كلها طول فتره الكورس. في عندي البروت فورس اتاك، ان انا ازاي بعمل اتاك على الباسوردات واعرف. في عندي وورم، وطبعا معاها اختها اللي هو الفيروس. ايه الفرق بين الورم والفيروس؟ عمليه الفلودنج ده نوع من انواع الاتاكس بتاعت عندي في الشبكه، ان انا اغرق الشبكه بتاعتي سواء بمكات ادرس او باي بهات، بحيث ان انا اخلي دينايل اوف سيرفيس يحصل. عندي سنيفر، برنامج الشمام، بشغل عندي برنامج في الشبكه بحيث يعرفني ايه اللي شغال. عندي سبوفنج، ان انا بعمل عمليه تزييف، ان انا بستغل الماك ادرس بتاع واحد بنتحل شخصيته واخد الماك ادرس بتاعه او باخد الاي بي بتاعه. عندي الريدايركت اتاكس، ان انا بخلي الاتاك بتاعي يتعمل من على جهاز تاني او يحصل له عمليه توجيه. التانلنج اتاك والكوفرت اتاك دول يعتبروا اخوات، ان انا لما اجي اعمل اتاك بتاعي بدل ما ادخل انا الاي بي بتاعي او ابتدي انا انفولف بشكل مباشر، لا ده انا ابتدي احط الاتاك بتاعي جوه حاجه جوه حاجه جوه حاجه، بحيث انا كسورس اتاك او كسورس اتاكر ما جيش. فالتانلنج والكوفرت دول الناس اكتر الهاكرز او اللي هم الناس السي اتش هيدرسوا الحاجه دي بشكل تفصيلي اكتر. اقول لك ازاي تعمل اتاك منظم كمثال عليها. مثلا انا موجود في النتورك، النتورك بتاعتي ديت انا قلت ممنوع ان اي حد يعمل بنج على اي حد تاني. طب انا كاتاكر انا ممكن اوقع الشبكه بتاعتي عن طريق امر البنج، بس البنج عندي مقفول في الشبكه، فساعتها انا بقوم حاطط الامر بتاع البنج او الباكت بتاعت البنج جوه باكت تانيه اتش تي بي مثلا. انا عندي في الشبكه بتاعتي الاتش تي بي مسموح بيه بس البنج مش مسموح، فانا اقوم حاطط الباكت بتاعت البنج حاططها جوه باكت اتش تي بي وهقوم بعتها للراوتر. الراوتر او الاي بي اس او الفاير وول بتاعي لما يجي يبص هيتلاقيها من بره اتش تي بي باكت، فهيقوم معديها. الباكت بتاعت اول ما بتعدي لحد ما توصل ديستنيشن، الديستنيشن يجي يفتحها بدل ما يتلاقي اتش تي بي هتلاقيها بنج. فدي اسمها التانلنج اتاك او الكوفرت، ان انا خليت الاتاك بتاعي يكون محطوط جوه حاجه او متغطي عشان ما يتكشفش. في عندي الانفورميشن ليكج اتاك، ان انا نقص المعلومات عندي او تسريب المعلومات. الاتاكس دي ممكن تحصل من غير اي برامج ومن غير اي كمبيوتر، ان انا موجود مثلا في الشركه سمعت ان في وانا قاعد جنب واحد زميلي في الشركه هو بيقول واحد صاحبه، او سمعت ان هو قاعد بيكتب بيقول انا حامل الباسورد بتاعي 1 2 3، او بيكلم واحد صاحبه في التليفون قال له ايه اقوى باسورد ممكن اعمله، او بيكلم واحد صاحبه في التليفون بيمليه على رقم الكريدت كارد بتاعه. كل دي اسمها الليكج، بيحصل عندي تسريب في البيانات. انا هو من غير ما يقصد انا سمعت الحاجات دي، فانا سمعتها. انا لو واحد شرير او واحد هاكر ببتدي استغل الحاجات دي استغلال سيء. طبعا الحاجات دي كلها بيكون عليها شويه نصايح ومعايير في الشركه، يقولك قبل ما تتكلم في حاجه اتاكد ان مفيش حد جنبك. عشان كده لو تشوفه هتلاقوا اغلب الشركات بتكون مقسمه الموظفين، كل واحد بيكون ليه برانش كده قاعد فيه، يعني مثلا بيكون ترابيزه متقسمه 4 ارباع، كل واحد قاعد في ربع لوحده كده، بيكون في حيطان من الجنبين عشان يتاكد مفيش حد جنبيه يشوف هو بيكتب ايه ولا بيتكلم بيقول ايه. السوشيال انجينيرنج اتاكس، هجمات الهندسه الاجتماعيه. يمكن العالم كله او دي اكتر اتاكس بتهدد اي حد وملهاش حاجه توقفها، ملهاش كاونتر ميجر او ملهاش اجراءات مضاده. السوشيال انجينيرنج اتاكس ان انا على حسب لبقتي في الكلام ببتدي اخدع اللي قدامي. سين انا كلمتك اهو هنا كمثال، بقول لك مثلا الهاكر سبيك كلمتك في التليفون، انت موجود معايا في الشركه، قلت لك انا نتورك ادمنستر موجود هنا في الشركه، انت الموظف اللي اسمك فلان الفلاني، اقول لك ايوه فندم معاك، اقول لك احنا بنعمل ابجريد للسيستم بتاعنا للاكتيف دايركتوري مثلا، فمحتاج حضرتك تجيب لي اليوزر نيم والباسورد بتاعك عشان اغيرهم لك، او محتاج حضرتك كمان شويه تيجي تغير الباسورد، او انا حاجه على جهازك دلوقتي ادخل من خليك اكتب الباسورد بتاعك قدامي. حسب لبقت في الكلام وحسب طريقتي في الاقناع ممكن اخلي اللي قدامي ده يعطي لي بياناته بكل سهوله، جاست ان انا انتحلت شخصيه واحد تاني، او انا عرفته ان انا شخصيه تانية غير الشخصيه اللي هو كان مفكر اللي هو بيكلمها. فدي اسمها الهندسه الاجتماعيه، سواء انتحال الشخصيات او ان انا سببت ضرر لواحد تاني كلام. طبعا اشهر واحد كان موجود في السوشيال انجينيرنج ده كمشهور كاشهر هاكر هو كيفن ميتنيك، وطبعا ليه بعض الكتب ممكن تدوروا عليها، اكتب بس كده في سيرش جوجل كيفن ميتنيك. تمام، الاتاك ميثودولوجي او بقى طريقه الاتاكس، الاتاك ازاي بيتم. هنتكلم دلوقتي على الستيج بتاع الاتاك او الستيبس بتاعته، وهنتكلم عن التولز اللي بتتم. هنا بقول لك اي اتاك بيتم حاليا الايام دي بيكون عباره عن شويه مراحل.
اول مرحله اسمها الريكونسنس او الفوت برينتنج. المرحله دي معناها تعقب الاثار، او ان انا بشكل عام ببتدي اجمع بيانات عن التارجت بتاعي اللي عايز اعمله اتاك. سي ان انا موجود في الشركه وفي واحد زميلي موجود مثلا في الديبارتمنت بتاع البروجرامينج، فانا عايز هاك على جهازه. فانا ببتدي اول حاجه اعمل عمليه الريكونسنس او الفوت برينتنج، ان انا ببتدي اشوف الجهاز بتاعه ده موجود فين، طب مربوط على انهي سويتش، طب موجود معايا في نفس السبنت ولا لا، طب ما اعمل البينج كده عليه اشوف هيرد عليا ولا لا، طب السيستم اللي هو شغال عليه سيستم ايه، هل ويندوز، ولو هو ويندوز ويندوز اكس بي ولا ويندوز 7، طب اللي هو لينكس الاصدار بتاعه ايه. طبعا عشان كل سيستم بيكون ليه فولنربيلتيز معروفه، كل نظام بيكون ليه شويه اتاكس معروفه، كل نظام بيكون ليه تولز على طول ممكن تخترق بيها. فالعمليه دي اسمها الريكونسنس، ان انا ببتدي اجمع كل المعلومات بتاعت عن التارجت، ببتدي بعد كده اعمل عمليه سكاننج عليه. ببتدي اول حاجه اشوف الادرس بتاعه، اشوف الاي بي بتاعه ايبه ايه. عرفت الاي بي، ببتدي بعد كده اعمل حاجه اسمها بورت سكان. الاي بي بتاعك بتكون شغال عليه خدمات، انت الجهاز بتاعك ليه اي بي، الجهاز بتاعك ده مفتوح عليه بورتات، عشان البورتات دي انت بتطلع منها وبترجع تاني تجيب خدمات للجهاز. فكل خدمه عندنا او كل سيرفيس بتكون شغال على بورت نمبر زي ما احنا عارفين من السي سي ان اي. فالبورت نمبر مثلا 80 مفتوح يبقى ده بيشتغل اتش تي بي، لو بورت بتاعه 21 مفتوح يبقى ده بيعمل تلنت، لو البورت بتاعه 443 مفتوح يبقى بيعمل اتش تي بي اس. كل بورت من البورتات بيكون له نقط ضعف معروف. شفتوا جت ازاي؟ يعني الوقت اول حاجه عملت سكان، جبت الاي بي بتاعه، من الاي بي بتاعه عرفت ايه البورتات المفتوحه عنده، من البورتات بتاعته عرفت ايه هي الخدمات اللي فاتحها، وكل خدمه عنده بيكون لها نقطه ضعف. فعن طريق نقطه الضعف وعن طريق الستريت اللي عندي بقى في الوقت في عندي ريسك اللي كنت قلناها من شويه في البدايه خالص. دلوقتي ممكن اعمل جيننج اكسس بعد ما عملت المرحلتين دول، ان انا تعقبت الجهاز ده وعرفت عنه معلومات، عملت عليه عمليه سكاننج، ممكن بعد كده ادخل على الجهاز ده ان انا بعمل عمليه الاتاك بقى. وطبعا في تولز كتير هي اللي بتعمل الكلام ده. بعد ما دخلت على الجهاز غالبا انا بكون داخل بالاكونت بتاع اليوزر العادي او ماليش كل الصلاحيات، فانا بعمل حاجه اسمها مينتين اكسس، ان انا بتاكد ان انا واخد كل الصلاحيات او كل البريفليج بتاعه الادمنستريتور عشان ابتدي استغل الجهاز صح. بعد ما عملت العمليه دي كلها، اخر حاجه بقى وانا خارج من الجهاز بعمل عمليه اسمها الكفرنج تراكس، ان انا بتاكد ان التراكس بتاعتي او الخطوات بتاعتي ما حدش تعقبها. زي ما قلت من شويه لو تفتكر كان في عندي حاجه اسمها باسيف اتاك وعندي اكتيف اتاك، قلت لك في الباسيف هو الاحسن، انما الاكتيف انا ممكن ادخل الاي بي بتاعي. فسنه دخلت الاي بي بتاعي بما ان دلوقتي انا عملت اكتيف اتاك، بما ان انا دخلت بشكل مباشر اهو، فلازم وانا خارج بمسح الاثار بتاعتي. زي بالظبط اللي بيدخل يسرق مكان دايما بيكون لابس جوانت اسود، وهو خارج بيقوم مسح كل حاجه كده بمنديل عشان يتاكد ان مفيش حد يجي بعد كده يسحب البصمات بتاعته. نفس الكلام بالظبط هنا عندنا في الجرائم الالكترونيه، في عندنا حاجه اسمها الديجيتال سيجنتشر، في عندنا حاجه اسمها التوقيع الرقمي، كل واحد ليه توقيع رقمي خاص بيه. فعن طريق البصمات الالكترونيه ممكن اوصل. التولز اللي ممكن تعمل الكلام ده كله، في عندي مثلا حاجه خاصه بالبورت، عندي الانوميريشن تولز، الانوميريشن تولز عشان يعرف لي الشبكه بتاعتي موجود فيها مين ومين اليوزر موجود على كل جهاز. عشان اعمل مثلا سكاننج في عندي ان ماب اشهرهم طبعا عندي النيسز بيعمل فولنربيلتي سكان، عندي الميتا اسبلويت، عندي الكورن باكت، عندي الباكت سنيفنج، عندي الروت كات كريبتوغرافي. دي كلها تولز اشهرها او خاص قوي بالناس الاتاكرز او الناس اللي شغالين هاكرز اصلا. انما احنا حاليا احنا في الكورس بتاعنا نتورك سيكيورتي، ففي البدايه احنا بس بنعلمك الدنيا ماشيه ازاي في السيكيورتي، وبعد كده هندرس السيكيورتي بتاع سيسكو نفسها، فمش هنتعرض لاي حاجه من دول. لكن الناس اللي بتكمل في كورسات مثلا زي كورس سي اتش او سي اتش اف اي اللي هي كورسات من اي سي كونسل اكيد هيسمع الكلام ده كتير. الكاونتر ميجرز بتاعت اول ايه اجراءات المضاده بتاعتي بقى عشان اوقف كل الاتاكس وكل الحاجات اللي كنا قاعدين بنتكلم فيها من الاول. اول حاجه انا بيكون عندي في الشبكه بتاعتي بعمل عمليه اسمها النت، لازم يكون النت متطبق، ان بيكون في عندي ايباهات برايفت وايباهات بابليك زي ما انتوا عرفتوا في السي سي ان اي. في عندي حاجه اسمها الدي ام زيز او الديمليترايزد زونز، ان انا بفصل الشبكات بتاعتي بخلي كل شبكه خاصه بيها في منطقه لوحدها. ببتدي استخدم اجهزه زي الاي دي اس او الاي بي اس، ودي ان شاء الله هنسمع عنهم في المنهج بتاعنا قدام شويه. في حاجه اسمها الناك او الكونتنت فلترنج، دي برضك خاصيه جميله او ليها اجهزه من سيسكو بتعمل لك الكلام ده. ممكن استخدم الفاير وول او البروكسي سيرفيس، ممكن استخدم بروتوكول اسمه تريبل اي الاكاونتنج والاوثرايزيشن والاوثنتيكيشن. ممكن اعمل حاجه اسمها السيلف ديفند نتورك، اطبق البوليسز والبروسيدجرز والستاندرد جايد لاينز. واهم حاجه في الكلام ده كله ان اعمل تريننج اويرنس، ان انا دايما بعرف الناس بخطوره الجرائم الالكترونيه بحيث ما يقعوش في اي اتاك من الاتاكس اللي بتحصل. اخر حاجه هنتكلم فيها هي السكيورتي ادمنستريشن. السكيورتي ادمنستريشن هنتكلم في حاجه اسمها السكيورتي بوليسي. ايه هي السكيورتي بوليسي؟ السكيورتي بوليسي بتكون عندي وثيقه مكتوبه عندي في الشركه، الوثيقه دي بتقول ان لما بيحصل عندي اتاكس ازاي بنتصرف وازاي بنحمي نفسنا اصلا من الاتاكس،
وازاي لو في حصل عندي جريمه الكترونيه ايه اللي بيتم ومين اللي بيعملها. اكزامبل مثلا على البوليسي، قال لك مثلا البوليسي اللي موجود عندنا مثلا في شركه سي اللي هي شركه اسمها اكس، all users must have unique ID، كل واحد لازم يكون ليه unique user ID، يكون ليه identification خاصة بيه ويكون ليه password خاصة بيه، والباسورد لازم تكون بتتبع الستاندرد بتاع الشركة. هقول لكم على الستاندرد اللي هو الستاندرد ده. الستاندرد بتاع الشركة مثلا احنا قلنا في الباسوردات الباسورد بتاعنا ما يقلش عن 8 حروف، الثمان حروف دول يكونوا lower case و upper case، يعني يكونوا capital و small، ويكون فيهم special character، وبشترط عليك انت كمان تغير الباسورد بتاعك كل 30 يوم، تمام؟ فده اسمها ستاندرد. الستاندرد ده انا قايله في البوليس، انا قلت كل اليوزر بيكون ليه يونيك اي دي وبيكون ليه يونيك باسورد، والباسورد كمان لازم بيتبع الستاندرد اللي احنا عاملينه في الشركه. كل ده انا كاتبه في البوليس بتاعت الشركه نفسها. قلت مثلا ان اليوزرز ما ينفعش يدي الباسورد بتاع الواحد تاني معاه، والباسورد بتاعك ما ينفعش تخزنه في ورقه ولا تخزنه وتكتبه على الديسك بتاعك ولا في ورقه وتلزقها على المكتب بتاعك. دي كلها بوليسز انا بطبقها موجوده عندي. وبقول لك في حاله لو الباسورد بتاعك اتسرق او انت جيت تدخل على الاكونت بتاعك وتلاقيت الباسورد مش موجود، في ساعتها على طول عندك الهيلب ديسك وروح اشتكي له عشان يعطيك نيو باسورد قبل ما اللي سرق الباسورد ده يعمل بيه حاجه مضر. جميل. اشهر الشركات في مجال النتورك سكيورتي عندك شركه الانفوسكس الانفوسك، وعندك سينز، عندك سيرت، عندك تقريبا دي اغلب الشركات العالميه المعروفه اللي بتطلع ستاندرز النتورك سكيورتي او هي الموثوقه ككلام. اي شركه من دول بتقول اي حاجه نتورك سكيورتي العالم كله بيسمع لها. طبعا يمكن اشهرهم طبعا معهد سينز معهد امريكي، هو المهتم بالانفورميشن سكيورتي، بيطلع شويه ستاندرز، بيعمل تريننج وبيطلع سيرتيفيكيشن، طبعا السيرتيفيكيشن بتاعته محترمه جدا في امن المعلومات. الكتب بتاعته اصلا غاليه، المناهج نفسها مناهج محترمه، فيها ديفلوبمنت يعني فيها. سيرشوا في جوجل على sans.org هتبتدوا تعرفوا معلومات كتير. الحاجه الثانيه اللي انت عندكم فيه منظمات اسمها منظمات سيرت كمبيوتر ايمرجنسي ريسبونس تيم. السيرت هو عباره عن فريق موجود في كل دوله، الفريق ده بيحمي الدوله ضد الهجمات الالكترونيه. طبعا في بعض الدول بتكشف عن فريق السيرت بتاعها زي اليو اس سيرت، طبعا ده فريق سيرت الامريكي لهم سايت، السايت بتاعهم ده بينزل عليه اغلب الاتاكس اللي حصلت، بينزل عليه اغلب الفولنربيلتيز اللي موجوده، بيعطوا فيها نصايح للناس ازاي تحمي نفسك من الاتاكس، ده معروف. في مثلا عندك سيرت بتاع سيرت الروسي، سيرت الالماني، في الامارات فريق السيرت بتاعها موجود. طبعا نفس الكلام موجود عندنا في مصر، بس في مصر ما بيكشفوش عن فريق السيرت بتاعهم، قال لك ده كنوع من انواع الامن الداخلي او امن الكتروني، ما ينفعش اعرفك احنا مين. في طبعا عندك منظمه الاي اس سي 2، الاي اس سي 2 اللي هي بتطلع سيرتيفيكيشنز كتير جدا محترمه، طبعا اشهرها سيرتيفايد انفورميشن سيستم سيكيورتي بروفيشنال او شهاده سيسب اللي هي خبير امن معلومات، امن نظم المعلومات، طبعا دي ارقى شهاده في شهادات انفورميشن سيكيورتي. اخر حاجه النتورك سيكيورتي جوبز، انا دلوقتي هبتدي ادخل في المنهج بتاع النتورك او سي اس ان اي سيكيورتي، طب انا ايه المسمى الوظيفي بتاعي بعد ما اخلص؟ انت لو المسمى الوظيفي بتاعك يا اما هتكون نتورك سيكيورتي ادمنستريتور، يا اما اسمك ريسك اناليست محلل مخاطر، يا اما في بي ان سبيشاليست متخصص في في بي ان، يا اما بنتريشن تيستر مختبر اختراق، يا اما نتورك بريميتر فاير وول سبيشاليست ان انت متخصص فاير وول او محيط في الشبكه، سكيورتي ريسبونس اي دي اس او اي بي اس ان انت متخصص في اجهزه الاي بي اس والاي دي اس. طبعا كل المصطلحات دي هنتعرف عليها طول ما احنا ماشيين في الكورس. وطبعا حضرتك لو دخلت على موقع salary.com هتبتدي تعرف اكتر على الديسكريبشن بتاع كل وظيفه، يعني مثلا نتورك سكيورتي ادمنستريتور ده بيعمل ايه، هتلاقي بيقول لك ان ده بيعمل ترابل شوت للشبكه بتاعته، وبيتاكد ان اللي بيعمل نتورك سكيورتي صح، وبيتاكد ان البوليسز متطبقه، وبيتاكد من كل حاجه معموله سليم. طب ريسك انالست بيعمل ايه، هكذا. طبعا يعني اشهرهم دايما او اكتر واحد في مجال نتورك سكيورتي التارجت بتاعه ان هو يكون سي اي او او تشيف انفورميشن سكيورتي اوفيسر، طبعا دي اعلى حاجه، طبعا دي بتختبر بتشترط عليك انت تكون 12 ييرز اوف اكسبيرينس، يعني انت معاك 12 سنه خبره في المجال. طبعا الموضوع ده ما بيكونش سهل، فدايما يعني في عندك السي اي اوز بتوع الشركات زي فيسبوك زي جوجل زي تويتر، الشركات الكبيره دي معروفين جدا، فدايما التارجت باي واحد في المجال نتورك سكيورتي اللي هو يبقى سي اي او. في عندك مسميات تانية زي الاسكال هاكر او بنتريشن تيستر، انت تكون مختبر اختراق او هاكر اخلاقي، طبعا الاسكال هاكر ده اللي هو الوايت هات اللي اصله، السكيورتي ريسبونس تيم بردك الديسكريبشن بتاعه كذا. جميل كده، يعتبر احنا خلصنا اول شابتر او اول حاجه كنا عايزين نتكلم عليها في المنهج بتاعنا، وهو الفاندمنتالز اوف نتورك سكيورتي.
طول ما احنا ماشيين في بقيه المنهج ان شاء الله هتسمع عن المصطلحات دي كتير، هتسمع على الثريت فولنربيلتي ريسك اتاك فيروس وورم، الحاجات دي كلها كان لازم تتعرفها في البدايه خالص عشان طول ما انت ماشي في الكورس الموضوع بالنسبه لك ما يكونش صعب قوي. تمام، اشوف الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.